اللي هو صديقه الشهيد، وهو منتج الأغاني اللي كان بيغنيها واللي استمعنا إليها من شوية. أستاذ تامر أهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ وائل. أهلا بيك. الأغنية اللي استمعنا إليها دي، يعني أنت كان غاوي على طول الغناء بهذا الشكل محمد وهبة، وأنت محمد كنت هتعمل له الأغاني ده، بتعملوها مع بعض يعني. بص، هو محمد فنان من زمان، يعني هو صديق شخصي جدا ليا من زمان، وهو الفن جواه. بس هو ضابط يعني، هو ده شغله، لكن الهواية ديت وحب الغنى وحب التلحين وحب الحاجة دي حاجة هو بيحبها من زمان. أنا بشتغل طبعا في الوسط الفني، فدايما هو بينفس عن نفسه في الحتة دي معايا بقى، اللي هو اسمع ديت، ايه رأيك في ديت، نقعد نعمل الحاجة ديت، نفكر فيها، طب نبعتها لمين. ما كانش مهتم في الاول قوي ان الحاجه يعني تتغنى له من فنانين وناس كبار، لكن يوم حادثه الكنيسه بالذات محمد اتصل بيا بمكالمه، كان منهار يعني على شكل الحادثه، وبعت لي مشهد انا موجود عندي لغايه دلوقتي على الواتساب، قطع الحته بتاعت الحادثه بتاعت الارهابي المجرم وهو بيفجر الكنيسه، وجنبه الضابط المحجبه والرقيب الشرطه النسائيه المحجبه، وهو داخل الكنيسه يعني ملوش دعوه ولا بمسلم ولا بمسيحي، هو بيفجر وبيقتل ملوش اي مله. فبيقول لي بص ده مجرم، ده مجرم، ده شيطان، ده مش انسان. وكان زعلان جدا، فعمال بيقول لي تعالى لي، عايزين نعمل حاجه. ورحت قعدت معاه واحنا قاعدين، الاغنيه دي كان من كلامنا، هي كلام الاغنيه من الكلام اللي احنا كنا بنحكيه، واحنا بنحكيه اتكتبت واتعملت ولحنها في نفس الوقت. طيب، ويعني كنا عايزين نسجلها في نفس الايام، بس ما ساعدناش الحظ، لان احنا كنا عايزين نبعتها لحد اقرب حد من الفنانين، بعتها لحد فعلا، بس للاسف كان فعلا وافق عليها بس كان مسافر بره مصر، وبعتها للفنان مصطفى قمر. ومصطفى يعني اول ما سمعها قال لي بص يا تامر، يعني كفايه ان الراجل ده فنان وبيقف يدافع عننا. ده النهارده بعتها له النهارده. ده النهارده بالصدفه مصطفى بنتكلم عشان حاجه وشغل ما بيننا وموضوع عمل، ولاني متضايق فبحكي له، فكان متأثر جدا جدا وقال لك جدا انا هغني الاغنيه دي. طيب بصراحه. انا بقول له ده احنا كنا عاملين اغنيه لكذا كذا كذا، قال لي بعتها لي. انا بشكرك يا استاذ تامر، الف شكر. طب يا جماعه، طبعا زي ما قلت، يعني بنتكلم ما تحقق من نجاح في الامن وفي مواجهه الجماعات الارهابيه، لكن ده كمان ما لا يجب أن يمنعنا من إعادة تقييم الأمور، خاصة أنه في معدلات للعمليات الإرهابية تزايدت بشكل كبير، بالإضافة كمان إلى التعامل بهذا الشكل. لأنه ما علمته من تحقيقات النيابة الأولية حتى الآن أن المجموعة الإرهابية كانوا 10، استخدموا عربيتين، 5 و5، وقتلوا واستولوا على 2 سلاح آلي والواقي من الرصاص كمان السديري ده. وبالتالي هنا احنا أمام مجموعات كبيرة، وهنا بقى هذه المجموعات بتنتمي للخلايا النوعية، أو ما يسموه أو ما يطلقون على أنفسهم العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية. ده يقتضي العملية بهذا الشكل، يستخدموا سيارتين 5 و5 ويقتلوا، وفي نفس الوقت يبقى يتمكنوا من الاستيلاء على 2 سلاح آلي و2 واقي السديري ده. هنا كل ده كمان يدفعنا إلى أنه نعيد تقييم الأمور، كيف يتم التعامل مع هذه الخلايا الإرهابية اللي بتشتغل بشكل مكثف دلوقتي. لم تعد القضية يعني هي داعش في سيناء، لا، كمان أيضا الخلايا الإخوانية اللي اتجهت للعنف بشكل واضح وللإرهاب، وإحنا الحقيقة كمان يعني لازم نقدم ده لبعض
الدول الأوروبية وبعض المؤسسات وبعض الجمعيات اللي بتتحدث لسه عن إن الإخوان فصيل سياسي، يعني ناخد ده كمان ونقدمه، لأنك بتتعامل مع فصيل إرهابي يعني، ومع ميليشيات إرهابية، ولا يمكن أبدا التعامل مع الإخوان فصيل سياسي، ومفيش حمائم أو صقور، هي عملية توزيع أضواء. بس اللي حصل ده يدعونا لإعادة تقييم الوسائل الأمنية والوضع الأمني في المجمل. هذا الكلام ليس موجها ضد أحد، لكن هي دعوة لإعادة تقييم الأمور.